مرحبا تناطي الموضوع حقه خصصنا له حلقة جديدة حفظنا على نفس العنوان عطيناه وقت أطول وطبعا حفظنا دايما على الضيف الكريم اللي كنا سبق واستضفناه بحلقة مباشرة بمناسبة العيد الثالث لمريم تيفي وعنوانه مريم بعد القيامة مريم بعد القيامة فقرة مثل ما سبق وذكرت من شوي طلعنا فيها على الهواء لمدة 30 دقيقة انما وبناء على طلب الكتار ومثل ما سبق ايضا وذكرت لانه فاتتنا بعض التفاصيل عن حياه السيد العذراء بعد قيامه السيد المسيح حبينا نرجع نطلع على الهواء بحلقه مسجله مع ضيف مثل ما بيقولوا صار من اهل الدار الدكتور شرب السسين للمره الثالثه باستديوهاتنا اهلا وسهلا فيك اهلا فيك مثل ما ايضا قلت صرت حضرتك من اهل الدار تسلم شكرا آه ودائما ما بتتر يعني ابدا لا بتردد اني اطلب انك تشرفنا على الاستوديو ولا حضرتك بتتردد انك تلبي الدعوه فشكرا شكرا لحضورك لأ. شكرا لك شكرا لك اهلا وسهلا فيك اهلا فيك آه نحن للاشخاص لسيد المشاهدين اللي يمكن ما تسنت لهم الظروف او الفرصه انهم يحضروا الفقره اللي طلعنا فيها مباشره مثل ما ايضا قلت وعم نكرر آه عم نعيد الموضوع ما في مشكل ابدا انه نعيد بعض الافكار اللي سبق ووردت بالفقره اللي طلعنا فيها على الهواء انما بتوسيع اكثر لهذا الموضوع مريم بعد القيامه عنوان بيحكي عن حاله السيدة العذراء اللي سبق وشفناها بالكتاب المقدس بعهده الجديد طبعا عند اقدام الصليب عم تبكي لما السيد المسيح ايضا وصى يوحنا يوحنا الحبيب بهيدي السيده اللي قال له هذه أمك ومن خلال التوصية صارت السيد العذراء أمنا جميعا عدنا شفناها عند القبر القبر الفارغ رجعنا شفناها بحدث العنصرة شفناها عم بترافق الرسل بسفر أعمال الرسل من بعدها ما عدنا عرفنا شيء عن السيد العذراء وهون كثرت يمكن الأقاويل إذا صح التعبير أو الشروحات أو الأبحاث آه ناس بيقولوا أنه كفت مع يوحنا ناس بيقولوا أنه بقيت عم بترافق الرسل ويحكى عن قبرين هلا رح ناخذ كل التفاصيل من حضرتك يقال انه العذراء ان وجدت فيون يحكى ايضا عن عقيده الانتقال اللي نحن ما رح نضطر لها <applause> عفوا وهون بهمني اذكر واوضح للساده المشاهدين انه جولتنا مع حضرتك هي جوله أكثر تاريخية علمية طبعا إنما ليست جولة لاهوتية يعني نحن اليوم ما رح نحكي لاهوت مع أنه حضرتك متعمق بهذا المجال رح نحكي تاريخ وأبحاث لذا وجب التوضيح السيدة العذراء بعد مرافقتها للرسل وين راحت؟ صحيح الحلقة الماضية استفدنا بشرح أكثر من أو الحقيقة اللي كتير ثابتة أنه يعني مريم بقيت بأورشليم فترة طويلة واستفدنا بالحديث عن قبر مريم بأورشليم ولكن لما مجمع وقت نحكي عن النظريه الاخرى يلي هلا عم تصير اكثر واكثر واقعيه يلا مريم بفتره من فترات يمكن اكشلي بالفعل وجدت بافسوس بحكم مرافقتها يوحنا يوحنا الحبيب يوحنا الرسول الفكره هيك شوي اذا بنرجع نلخص من نتفه صغيره يلي انحكى الماضي اذا نحكي عن مريم بال الفترة الأولى بأول فترة بأول كم سنة بعد ما مات وقام يسوع من الموت بتختفي مريم من بعد سفر أمير الرسل لما سفر أمير الرسل بيحكي أنه مريم كانت مع الجماعة وكانت هناك أم مريم أم يسوع وبيوصف أنه كانت حاضرة مع الرسل والجماعة الأولى حضور مركزي وحكينا كمان انه هالشيء كتير طبيعي لانه اذا بناخده على الصعيد البشري على الصعيد الواقعي على الصعيد حتى وهذا شيء كثير مهم حتى نحكي تاريخ وعلم طبيعي كثير يكون في تعلق معين وخاص كثير بمريم يلي حملت باحشاء المخلص تعلق من الرسل بالدرجه الاولى والجماعه المسيحيه اللي عم تكتر بمدينه اورشليم واليهوديه في ناس بتقول طيب إنه ليه ما بوقته عن مثلاً مريم إنه وين كانت بالحقيقة كانت ما حدا من المؤرخين الكبار وما حدا مثل يوسفوس المؤرخ اليهودي المعروف بالقرن الأول ولا ولا المؤرخين الكبار الرومان المعاصرين لهذيك الفتره، ما حدا كان مفكر اصلا ومصدق انه هالحركه اللي عم بتصير باليهوديه والجليل رح توصل للعالميه. ما حدا كان معبر هالموضوع، بعدين لما صارت المسيحيه ديانه الدوله الرسميه بعد ثلاث قرون من الاضطهاد، صرنا نفكر اه طيب شو صار هون مريم وين كانت؟ نفوت اكثر بتفاصيل الطبيعيه الواحد يسال عنها يعني كانوا يمكن مفكرينها مثل ما بيقولوا هيك بالدارج موجه وبتقطع موجه وبتقطع بالفعل انما هالموجه صارت تديانه مثل ما حدا ما حدا راهن حتى يعني حتى مثل ما حكي حكينا سوا اول اول كم عقد من الزمن ما كان في كلمه مسيحيين مثل ما بعرف الاولى مسيحيين ضيعت بانطاكيا بعدين كان في ما في تمييز بين الديانه اليهوديه وهالقران بالديانه اليهوديه هالطيار بالدين اليهوديه يلي لحقين يسوع الناصري اول ميت حتى اول 100 سنه 150 سنه ما تحس في فصل قاطع بين بين الديانه اليهوديه كديانه وهالناس اللي عم تلحق يسوع من يهود وغير يهود لعبوا هالمقدمه لانه تنضوي على قصه انه مريم بيف وحتى اذا بعدين عن يسوع بفتره لاحقه ما حدا كان مراهن انه هالتيار هيدا رح ياخد هالعالميه وهالاهميه ويغير مجرى التاريخ. نرجع لمريم مريم بالجماعه الاولى كان عندها مكان محوري لانه هالست هيدي هي من قطر الرب لا. يعني فيها ريحتو هالست حملته بأحشائه عرفته اكثر من اي انسان تاني عرفته من هو صغير من هو كان يدبدب على الارض لا رفقته بمراحل كثير بتعرفه بتعرف ريحته بتعرف حركاته بتعرف كتير قصص عنه فطبيعي هالرسل يعني معلقين بالرب وبعد الفاجعه انه شافوه كيف مات وتعذب وهالخيبه اللي صبتن بعدين صاروا يشوفوه انه حي ويلمسوه وياكلوا ويشربوا معه مريم اكتسبت بس يعني بمطلق الحال مكان محوري بحيث الرسل وطبيعي لما اللغة الانجيل بده يكتب عن الجماعه الاولى اكيد يعني كان كثير طبيعي يذكر انه مريم كانت حاضره هونيك ولكن بتختفي القصه هون نحن بنعرف انه تقريبا يسوع صلب حوالي سنه 30 ميلاديه كان عمره حوالي 35 أو 36 سنة قطعت فترة حوالي العشر سنين تقريبا هل طيار المسيح عم بيكتر بقلب المجتمع اليهودي الرؤساء اليهود عم بيخافوا شوي شوي من هالطيار اللي عم بيطلع لأنه في ناس بقي يهود بس أنه تركوا التقليد اليهودي إذا بدك أو وصاروا يلحقوا هالشخص هيدا وبعدين صار في القرآن تاني انه يعني الامميين يعني اللي يهود عم بفوتوا على هالجماعه هيدي وصلت لوقت التوتر زاد وصار في اضطهاد كتير كبير من الملك هيرودوس لها الجماعة المسيحية عم نحكي نحنا بأواخر القرن بالأواخر العقد الرابع يعني بين سنة 40 وخمسة 45 ميلادية نتيجة هالاضطهاد القوي الرسل كانوا من بمنطقه فلسطين بين اليهوديه والجليل، اضطهاد كان خفيف يعتبر يقبى ويخف بس وصل لوقت لا يحتمل وصل على صعيد السلطه، الملك شخصيا عم بيضطهد هالجماعه هذه، وهذا ادى لانه الرسل يروحوا بمختلف انحاء العالم. نعم. بعض مؤرخين وكثير و... ناس من الأباء الكنيسي بيقولوا انه مريم ماتت قبل ما الرسل يتوزعوا يعني بيقولوا ولكن في مؤرخين تانيين وحتى احد اباء الكنيسه ابيفانوس بالقرن الرابع ذكر قال, قال يا عمي مريم ممكن كتير تكون لحقت مار يوحنا الحبيب اللي نحن نعرف انه الجوني تبعه مسيرته كانت من اليهوديه والجليل الى افسس اللي هي اليوم بتصير بمنطقه ازمير بتركيا شو هي الايفيدنس <applause> او البراهين العلميه اللي ممكن تخلينا نفكر انه مريم ما بقت بس باورشليم انما كان ممكن تكون راحت على مدينه افسوس. متل ما قلت انا اغلبيه كتاب اغلبيه اباء الكنيسه كانوا على مدى 100 سنين معتقدين انه مريم عاشت ما تبقى من, من حياتها وماتت بمنطقه فلسطين. بالقرن الثاني عشر مع مجيء الصليبيين على منطقة فلسطين هل يا ترى كان في برهان هني لقوا ناقص تيقول انه مريم كانت وماتت باورشليم لانه القبر تبع مريم باورشليم اللي هي كنيسه اليوم <تصفيق> <تصفيق> ومع 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 واخر من رممها وعمارة هني الصليبيين زيتون. رح نشوفها تباعا دكتور بالصور لحتى نعطي هيك اكثر روح اذا بدك للمقابله بالصور هي الروح طبعا موجوده. اوكي آه رح نكون بسياق الحديث عم نشوف بعض الصور عم تقطع معنا. فليكن، فهالكنيسه هيدي بتنزلها آه مثل 20 درجه تحت تحت الارض بتنزل فيها لمحل تحت الارض وفي مقبره. في نعم. مقبره لكذا شخص أه... نحن هون هلا شو عم أه... نشوف هون الكنيسه لما تنزل 20 درجه تحت تحت الارض تقريبا بتوصل لمحل في باب صغير على اليمين بترجع بتفوت بهالباب بتلاقي أه... مثل مقبره نعم ويقال انه حسب هي بحيانا هون الدرج بننزل هو نزول و... هونيك حتى في مثل روليك صغيره ذخائر ذخيره آه صغيره اسمها زنار العذراء <applause> آه هلا هون في كثير يمكن حكايات عنا في حتى شو بتقول؟ تلامس حتى بعض الاماكن بعض الاوقات تلامس الاسطوره اذا صح التعبير آه بالقرن السابع آه بلشت تنكتب عن رقاد السيدي لا. يعني بعد مرور 600 او 700 سنه على الحدث آه بي بيقولوا انه ديستوما هو جاي على اورشليم لانه بالوحي طلب من الرسل يجوا كنا سوا على مكان مكان السيد العذراء على فراش الموت أه هو جاي أه كانت سبقته مريم كانت ماتت قبل ما يوصل فبتقول الاسطوره بين مزدوجين انه أه أه تركت له مريم الزنار تبعها كبرهان انه أه انه انا صعد انه هذا اللي بقي مني هذا انه ما في جسمين نعم <applause> وبعد الاخبار في قصص ثانيه المشكك أنا نفسه مشكك نفسه نعم هون عم نشوف القبر هون نشوف القبر ويقال انه هذا هو المكان اللي كان فيه جثمان العذراء وهون يجدر القول انه قبر مريم فارغ مثل قبر ابنه نعم آه آه كل أباء الكنيسه والمؤرخين المسيحيين بيقولوا انه آه باليوم الثالث نزلوا الرسل تيتفقدوا قبر مريم بطلب من توما، توما مثل ما قلت وصل مؤخر، الوحيد وصل مؤخر وطلب يشوف السيد العذراء لأنه وصل, وصل مؤخر أو لأنه مثل العادة توما هو المشكك أو لا وصل مؤخر هالمرة آه <applause> ما بنظلمه <منزل تصفيق> يعني بالموضوع نعم مش رح نظلمه هالمرة نعم. أه وصل مؤخر وطلب يشوف السيدة العذراء أه ولو مرة أخيرة نزلوا على القبر ولقوه فارغ جدا أه فمريم مثل ابنها قبرها أيضا فارغ وهذه <applause> وهيدي عقيدة الانتقال الممثلة يمكن بالأيقونة اللي هي خلفك دكتور جراوند بس بنرجع بنقول نحن ما رح نضطر للعقائد لأنه ما رح نحكي دوغم بهيدي الحلقة صحيح. هون عم نشوف كنيسة ما بعرف إذا كانت موجودة هي موجود كمان كنيسة ايه؟ الزيتون نحن بعدنا بفلسطين بعد بعدنا انتقلنا لتركيا صحيح بعدنا بيورشالين وهي الكنيسة من برا بالكنيسة اليوم في حضور للكنيسة الأرثوذكسية في حضور للجريك الروم ارثوذكس في حضور للسريان أ... وفي حضور للفرانسيسكا من الكنيسة اللاتينيه ولكن صار في حدث باواخر القرن التاسع عشر خلى خل كنيسه روما تتحرك اكثر باتجاه افسوس هلا رح لح... نحكي عنه بعد شوي بس بدنا نعطي حق لك... لك... لكنيسه اورشليم لازم نقول كمان ما يلي أ... يقول اباء الكنيسه انه ب بستان الزيتون مطرح ما مريم موجود ابرا الكنيسه الاب مريم نعم. آه كمان مدفون هونيك أهله اهلا كيم وحني نعم وانا هون لما طلعت على الموضوع هيدا اجت فكره ليه يسوع كان يتردد على بستان الزيتون آه هيك بده يصلي لحاله بده يعتزل في كثير تلال حول اورشليم لا يروح على هالجبل بالذات وفي الليله قبل الامه ايضا الليلة قبل الامه كمان بالتحديد وحتى قبل الامه كان يتردد على بستان زيتون وليت الالام لما راح يصلي وكان بحاجه لتعزيه اذا صح التعبير لانه جدوده مدفونين هناك هيدي خاطر على صعيد البشر لقيتها كثير في كثير من العاطفه الانسانيه من العاطفه الانسانيه أوه. يعني يعني بالنهايه هو واله صحيح 100% سو فبسين الزيتون قصته طويله يعني تتخطى الحدث بس انما لا قبل. ومن الطبيعي كتير انه مريم هالمكان يعني لها كثير عصير الشخصي لانه مش بس ابنها هونيك عاش نوع من الألم وعرق دم وعطقل الى ما هنالك انما كمان اهلا أهل مدفونين أهل هونيك نعم. بقي الاعتقاد السائد انه مريم عاشت بعد موت الرب حوالي العشر سنين وماتت بأورشليم كانت لما لما ماتت انا بظن بين ال 60 وال 65 سنه اذا بدنا نحكي على القد كثير معتقد اليوم تكون عمرها 64 سنه تحديدا نعم ليه 64؟ رقم 64 وفكره افسوس ترجع لحدث سابق القرن التاسع عشر مع الراهبة آه الألمانية آه كات آه أنا كاترين أمريخ نعم. آه يلي هي كانت آه آه راهبة وعاشت مرض بحياتها ما خلاها بعدين تشوف مزبوط ولا شيء ولكن آه و و وهي أيضا يجوز ذكر أنه هي طوبوية طوبى جان آه 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 قبل ما يموت بسنة القديس آه يوحنا بولس آه وكانت فيجنري كانت رائيه نعم. آه اعطاها الرب نعمه انه تشوف احداث بتفاصيل معينه قبل يعني مع هي بمكان وزمان مختلفين واليوم في مجلدات للراي عن كاتين امريك حتى مال جيبسون لما عمل الفيلم الباشن اوف ذا آه اخذ كثير تفاصيل منها هي حتى يقدر يعمل الاخراج تبعه ان كاتين ماتت سنة 1824 نعم سنة 1821 يعني ثلاث سنين قبل ما تموت أعطيت النامي أنه تشوف حياة مريم كيف كانت وآخر فيجن شفتها آخر رؤية شفتها عن حياة مريم كانت ب 13 اب آه 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 1822، يعني عم بدت سنه من الوقت تقريبا بيت تشوف رؤى عن حياه مريم شو صار فيها حسب ان كابتن امريخ. مريم بيت ولا ثلاث سنين فقط. بعد ثلاث سنين راحت ثلاث سنين ثانيين مع مين هالثلاث سنين؟ كي. مع الرسل، مع الجماعه مع الرسل الاولى والجماعه كانوا كلهم سوا مع مع بعض. بعدين بعد ثلاث سنين صار في اضطهاد اكثر. فاضطر يوحنا الحبيب واكيد مع بطرس الرسول كانوا يغدوها على بيت عنيا عند لعازر ومريم نعم ومرتا لانه هن كانوا اصدقاء و... وفي علاقه طيبه بيناتهم ويسوع و... اقام لعازر من و... يعني في علاقه كثير قريبه بين بين, بين اثنين والتقوا الرسل انه هون ما كان امن لمريم بيت هونك ايضا ثلاث سنين وهون صار حدث الاضطهاد قوي كثير والرسل هون بلش مثل ما قلت انا بلشوا مع الاضطهاد ملك توزعوا برات فلسطين دكتور أنا بدي استوقفك هون لأطرح نعم. سؤال مثل ما حضرتك هلا عم تذكر هل الرسل انطلقوا للبشارة بسبب الاضطهاد أو كان واجباتهم ينطلقوا للبشارة لأنه هيدي كانت الوصية الأخيرة للسيد المسيح المحبة وأكيد التبشير صحيح بقي التبشير على صعيد المجتمع اليهود اليهودي اليهودي بأول فترة نعم. او مجتمع اليهودي شخصيا ولما بولس الرسول انطلق للامم صار في نوع من عدم الارتياح عند اليهود ومنهم بعض الرسل انه هالانفتاح هيك يمكن عم يخلينا نفقد نحن من هويتنا اليهوديه وكنا بنعرف قصه لازم نطهر نعم آآ الرومان يفوتوا مسيحيه الناس يقولوا لا مش لازم نطهرهم في كثير بالكلمة المقدس مذكوره جدا بالرسائل 100 100 100% مربوط بيشوف عنده نظريه معينه بعض المعتادات يعقوب اخو الرب الاكبر عنده نظريه اخرى ففي في, في الجماعه عم تكبر وفي مسائل لاهوتيه عم بيبحثوا فيها هالانفتاح ما صار فجاه حتى مربوط حتى مربوط شخصيا يلي كان يلي بيقول يسوع كيف الصخره اول بيت روماني عمده كان بطرس متردد انه انا بفوت على بيت هذا الروماني ما ما ممكن اتدنس ممكن اتدنس انه متخيل انه بعد كل شيء عاشه مر بطرس وكل شيء كل التفاصيل عاشها مع الرب انه بفوت على بيته ما بفوت على بيته بعمده ما بعمده بعدين شاف الرؤيا اللي كنا بنعرفها بكتير المقدس انه مذكوره بعمل الرسل ما كان كان فكر انه بعمد الروماني ما بعم انه ببشته ما انه هديك طلب انه يجي على بيته بي بالرؤيه مكتوبه امام الرسل انه بطرس شاف مثل هيك دست كبير او وعاء كبير في كل انواع الاكل واللي هي حيوانات مذبوحه ولكن مش بطريقه حلال وبيقول بطرس انه انا ما فيني اكل من هالاكل لانه منه حلال وبيجي صوت انه لا كل وهون فهم بطرس انه هي دعوه من الرب شخصيا انه لا لازم تكون في عندك الانفتاح الكلي على كل الناس وكل الناس مدعوين لمادة الرب بلا توصيلي تنرجع على مريم سو ايه الجماعة الرسل الأول أول شيء خاصة الرسل 12 بقيوا بمنطقة فلسطين يطلعوا يروحوا يجوا ولكن لصار اتهاد القوة هو اللي كان التريجر أنه يتوزعوا بهالقوة بهالعالم ولازم نقول انه نحن اليوم لازم نشوف على هي نظره شخصيه يعني انا ذكرت مر بطرس عن بعض الصراعات اللي يلي عاشها بس كمان الرسل كلهم سوا يعني مش من السهل كان انه تغير النظره من من شخص اشبع التقليد اليهوديه الماكسيموم للانفتاح الكلي فهون بنرجع لمريم اذا بنرسم خريطه مثل ما حتى سالتني وقت الماضي كيف رحل الخريطة لمريم ما في خريطه بتفرجي مريم كيف انتهت ولكن في خريطه بتفرجي يوحنا الحبيب كيف انتقل كثير كثير منطقي يعني انه يوحنا هو ياخذ عاتقو مريم بشكل شخصي اكثر من اي شخص ثاني من الرسل لانه هو اللي قدام الصليب اخر وصيه إياها شخصيا آه الرب يسوع قال له يا يوحنا هذه امك اكيد في بعد لاهوتي بس بدنا ناخذها على الصعيد التاريخي والانساني يوحنا كثير طبيعي ما يتركها مريم ابدا مش انه يلزمها 24 24 ولكن يكون اخذ عاتقه انه يعيلها بشكل شخصي ويهتم بمسكنها واكلها وشربها. نعرف نحن انه يوحنا وصل على مدينه افسوس. مثل ما قلت بعض اباء الكنيسه بالقرن الرابع ذكرت منهم إبيفانوس آه سيراميسي قال ابيفانوس انه يا جماعه ممكن كثير يكون افسوس هي آه مكان آه رقاد السيد العذراء او مكان يلي ماتت فيه ليه قال انه اولا بمجمع افسوس سنه 431 ميلاديه طلعت العقيده تيوتوكوس مريم والده الاله ففي علاقه مميزه بين مريم وافسوس تيوتوكوس وافاسوس اكبر كنيسة اول كنيسه واكبر كنيسه بهذيك الفتره بالقرون الاولى المسيحيه عاسم مريم كانت بافاسوس واليوم بعد في انقاض لإلها وبترجع للقرن الخامس ودائما في شغله نتعود نعرفها المكان بيكون في مونيمون كثير كبير بنا كثير كبيره على اسم شخص ممكن تاريخيا يكون في علاقه حتى بالمكان بين هالشخص وهالمكان هيدا دكتور بمعنى مثل ما بفهم من حضرتك انه لما الجثه تكون موجوده ببلد معين بيكون يمكن في علاقه خاصه بين اهل البلد وفكره انه القديس او الشخص كان مدفون بهيدي الارض وبالتالي شيدوا كنيسه لالو اذا ماني غلطان ايه صحيح صحيح يعني, يعني لما يكون في بنى بهالضخامه بفتره كثير بكير على اسم شخص او هذا فتاريخيا بفكر المؤرخين اكثر انه يكون في علاقه شخصيه اكثر بين هالشخص والمكان بقصه مريم تحديدا كون أول كنيسة اسمه هو أكبر كنيسة على فترة قرون بقت الكنيسة الكبرى آه هونيك وبعدين صارت آه كرسي أسقف آه أفسوس بهالمكان بالذات وتتعمل الكنيسة على أن على على مجمع يهودي قديم آه المجمع يهودي كبر وصار كنيسة فمن ال يعني منطقي من ناحية التاريخية من الناحية التاريخية أنه آه يكون في علاقة وطيدة أكثر على الصعيد الشخصي بين مريم و ومدينة أفاسوس نعم نحن مع حضرتك ومع المشاهدين أكيد متابعين حلقتنا إنما رح نتوقف لفاصل سريع وبعدها منعود مشاهدين خليكم معنا وعودة لمتابعة حلقتنا المريمية لليوم وعنوانها مريم بعد القيامة وضيفة الكريم الدكتور شربل الساسين، نحن بنرحب فيك مرة جديدة دكتور. صحيح. للتذكير للي بعد ما بيعرفوك مع أنه حضرتك وجه مألوف عبر شاشتنا، حضرتك متخصص بالجراحة التجميلية وباحث تاريخي وعضو بالأكاديمية الأمريكية للجراحة التجميلية AACS إذا غلطان. صحيح. صحيح؟, صحيح. دكتور نحن متابعين مثل ما ذكرنا جولتنا التاريخية مع السيدة العذراء لكانا بلشنا. بأورشليم منتقلنا شوي على تركيا أفسوس بالتحديد وهلا رح نبلش نشوف أيضا بالصور بعض الكنائس يمكن أو ما يزعم أنه القبر الذي دفنت فيه السيدة العذراء ونعلق أكيد تباعا على الصور. رح نشوف اول صوره هلا بتركيا، أفسوس او صحيح. ازمير مثل ما ذكرت قبل الفاصل. بمدينه ازمير بمدينه افاسوس وحتى نعم. مش تحديدا أفسوس بالمدينه المدينه رح نشوف هلا بشوية على الخريطه، بعيده شوي عن أفسوس شي ثلاثه او اربع كيلومتر و ما ذكرت وقلت يعني بقينا كلنا سوا عملت 1800 سنه الكنيسه وال الجماعة المسيحية كلنا سوا على اعتقاد دائم انه مريم اخر سنين حياتها على الارض عاشت وماتت باورشليم لحد مثل ما انا بعض الكنيسة ذكروا ممكن تكون افاسوس بفترة اجوا فيها الصليبيين على فلسطين بلشوا يفكروا ممكن تكون كمان بافاسوس ولكن ما حدا يعني كثير اخذ موضوع على محمل الجاد لحد ما ان كاتين امرخ برؤى نعم. تبعها ذكرت أفسوس وقالت انه مريم مش قاعده بأفسوس سنه وسنتين قاعده بأفسوس تسع سنين و و والغريب بان كاتين امرخ ذكرت انه وصفت بيتها لمريم يعني بيتها وين باي منطقه؟ بأفسوس نعم ذكرت آه ان كاتين انه انه برات مدينه أفسوس على الطريق تبع اورشليم يعني بتمشي حوالي ثلاث ساعات ثلاث ساعات وشوي انت وطالع من بنشوف أف... مثلا تحت على خيط هون بالجنوب غرب بنلاحظ مدينه افاسوس وبنلاحظ فوق النقطه الحمراء مكان بيت مريم، لا. بيت مريم بتركيا معروف ب بانايا كابولو لا لا عم لا بذكر الكلمه لانه طلع هلا لا رح ارجع للكلمه بعد شوي بس هالمكان هذا المكان وصفته انكرتين امريك بلا ما تزور افسوس ولا زور تركيا بحياتها ولا شيء. وصفت انه على الطريق بين اورشليم و بين على طريق اورشليم على شمال الطريق حتى انت و... انت ورايح في تله وعلى راس التله في بيت حجر وهالبيت الحجر مريم هونيك كانت ساكنه وهالبيت عمره شخصيا يوحنا الحبيب، هون شوف كنيسه مريم <applause> كنيسه مريم بمدينه افاس هي من اكبر الكنائس لمريم واول كنيسه على اسم مريم بالعالم اللي ذكرتها من شوي قبل الفاصل اللي ذكرتها من شوي قبل الفاصل غير بيت مريم هون الكنيسه او البازيليك الكبيره يلي تبين بعدين انه في اثار يهوديه فيها يعني كانه كانت مجمع يهودي وكبر مجمع صار مجمع بمعنى هيكل ما ما معنى نعم. هيكل نعم. بعدين صار كنيسه بعدين صار بازيليك هيدي الصوره للانقاض اليوم اللي موجوده ب مدينة أفاسوس وبعيدة شي كيلومتر بس عن بيت مريم دكتور بس لو سمحت بس حتى أنا أقدر أشوف الصورة أوضح وبالتالي أيضا المشاهد اللي عم بشوفنا إذا ما غلطان في عنا كنيسة مريم اللي شفناها من سواني صحيح في عندي بيت مريم, في بيت مريم وفي قبر مريم في قبر مريم هلا المعروف عنه قبر ثلاثة حد بعضهم يمكن بس لما كل واحد بمكان هلا لما تقول قبر مريم دغري التفكير بروحة على اورشليم لانه الكنيسة هونيك هي الكنيسه هي بيقولوا هون قبر مريم ولكن الايفيدنس اليوم عم بتروح باتجاه افسوس هلا بافسوس وين مريم دفنت بالضبط يمكن به الكنيسه اللي شفناها من شوي نعم اه لكن القبر من المرجح ان يكون موجود بالكنيسه اللي, اللي شفناها من شوي هون والبيت أم... حدا والبيت حدا لا. على مسافة ووصف هل لا أنا بقول هيك لأنه حسب أنكتين أمريخ وصفت البيت كيف هو شكله مستطيل معمر من حجر تحت منه نبعة مي بالرؤية شجرة بالرؤية موجب الوحي والاله موجب الوحي وقالت أنه بعيد عنه شي كيلومتر ونص كمان صوب الشمال في المكان اللي دفنت فيه وهونيك لما أجا توما ليشوفوا جسمين راحوا مشوا مسيرة من البيت اللي كانوا فيه مجمعين وهو هو بيت مريم لا المكان دفنت فيه وشيك على القبر ولا وانه فارغ فما استفهام هل هو القبر هي الكنيسة اللي شفناها من شوي ما تستفهم بس بكل الاحوال القبر فارغ مريم مش موجود سمعنا ما انه موجود أم. نرجع على النقطه هلا لما كتبت لما انا كتبت امرخ ما كتبت شخصيا هي افكار أنا اصلا ما فيها تشوف منيح باخر خمس سنين بحياتها كليمنس برنتانو هو كاتب ايطالي إجا زهرة بالمانيا سمع عنه الكثير وقعد مع خمس سنين وصار يدون هو كل شيء قالته وبعد ما ماتت 1124 جمع كل هالمدونات وعملها مجلد وبس بس بقيت فترة فوق يعني حوالي 28 سنة لنطبع طبع الكتاب بميونخ سنة 1852 أو الكتب إنه هي مجلدات لاحظكم أنا قصة رقاد السيدة او انه مريم كيف وين عن, عن بيتها من شوي وكيف ماتت وحسب انا كنت بالوحي الرسل كلهم سوا مطرح ما هو موجود مطرح ما كل واحد موجود صار يوصلوا واحد ورا الثاني على بيت, بيت مريم مطرح ما كانت على فراش الموت دكتور ايضا لو سمحت نعم. لانه القصه مثل ما بيقولوا بتحمس بحكم انها مش موجوده بالكتاب المقدس يعني نحن مش قاريين عنها وعم نحاول ننبش او نجمع مصادر لحتى نعرف شو صار بفهم من حضرتك انه كل ما يقال عن رقاد السيده العذراء وتواجد الرسل بهذه اللحظات والى ما هنالك مصدره يمكن القديسه او الطبوية بالاحرى أوي. اللي حضرتك عم عم وليس يمكن المسيحيون الاوائل او يمكن اباء الكنيسه يعني هل في مصدر واحد او عده مصادر نحن جمعناهم تقدرنا طلعنا بهذا الاستنتاج ايه لح, لح اوصل لمحلتين ثاني اللي أغلب هل خبريه نعم. منطقيه نعم. وعندها عندها عندها غريبه هلا لح اوصل ليش طلع هالمطبوع سنه 1252 مثل ما مثل ما ذكرت الرئيسي بالدار اللي كانت فيها أن كاتين أملخ بتضل تحفز الكنيسة أنه يا عمي شوفوا كتابات مش كتابات أنه شوفوا مذكرات تبع اللي يلي كتبهم برينتانو خذونا على محمل الجد أكثر بس خوري واحد بيقول حتى روح أنا أفسوس وشوف راح على المدينة فتش ما لي شيء، طلع برات افسوس على الطريق اللي أسري اللي المفروض تودي على اورشليم، مشي ثلاث ساعات ونص، وفجأة بشوف تلة على شمال الطريق في على هيك آثار حجر بيت حجر طلع على البيت لقى مواصفات البيت أكيد كان بلا سقف لأنه مع عوامل الطبيعة قطع عليه 1800 سنة لقى مواصفات البيت بالتحديد مثل ما وصفته الرائية أمرخ. يعني هي ما بتقشع هي ما بتقشع هي موجودة بغير بلد بغير بلد بغير مواصفات البيت ومواصفاته دقيقة 100% 100% <applause> نعم وصدم آه هالخوري هيدا صدم آه بنقطة تانية انه اسمه هالمكان باناكا بولو يعني يلي هو بالتركي بيعني ابواب مريم ونحن نعرف المجتمع التركي اليوم آه آه يعني مجتمع مع محبتنا للكل والقصص بنقولها مثل 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 ما هي, آه نعم. مثل ما هي. المجتمع التركي مجتمع محب وكل شيء ولكن غير منفتح على المسيحيه بشكل خاص صحيح. يعني صحيح. فتيحافظ على اسم بنا كابول ابواب مريم لهالمكان بالذات نقطه استفهام واكتشف انه المسلمين السنه بالمنطقه بيكرموا مريم بهالمكان نعم <applause> <applause> هل تقليد او هالعادات اللي عندهم اياها المسلمين السنه لا مريم اللي هي مكرمه عند الاخوان المسلمين صحيح. وفي صورة بيكملها بالقرآن الكريم على عن, عن, عن مريم، فتكريم مريم للمسلمين السن بهالمكان بالذات كمان خلق نقطة استفهام لهالخوري وعمل ريبورت رجعوا للرئيسي والرئيسي قدمته للكنيسة ولكن كمان ما حدا أخذ بعين الاعتبار فاذا ب 18 اكتوبر 1881 هالخور اكتشف هالمكان هيدا. ليه رح نشوف ايضا صور له؟ 100% نعم. وعمل تقرير ومثل ما قلت انا يعني كون مكرم من المسلمين السنه بالمنطقه، هالشيء عني له انه هالتقليد هيدا منين اجى؟ اذا ما اجى من المسيحيين الاوائل اللي كانوا بهالمنطقه قبل ما المسيحيين يصيروا سنه ليتر اون. طب دكتور انا هون حين. ايضا بدي اقاطعك آه عفوا. بتركيا اليوم السنه يكرمون هذا المكان صحيح. بفهم بفهم أه وهيدا اذا بدي احلل يعني يمكن بخلينا نستنتج انه العضرة كانت موجوده هناك بنفس الوقت اليوم عندي كنيسه اخرى وقبر اخر مزبوط صحيح. موجودين باورشليم وايضا الحجاج لسوء الحظ نحن كلبنانيه ما قادرين هلا نعمل حج لهونيك صحيح صح. أه مش قادرين ان نزوره انما كتار بيروحوا بحجوا وعندهم ايضا تعلق لسيما المسيحيين الموجودين هناك اللي هن اقليه بس موجودين مين مين. طيب انا اليوم عندي كونتراديكشنز مثل ما بقوله او تناقضات عندي مين. تكريم لمكان بي موجود بتركيا وعندي ايضا تكريم لمكان موجود بفلسطين المحتله واثنيناتهم يمكن الزوار بيقصدون طب انا شو شو بستنتج اليوم أم. طيب خليني بس اعرض بعد ون نعم. ايفيدنس بعد واحد لهيدا بال 1891 يعني بعد 10 سنين من هالاحداث هيدي بتموز بترجع الرئيسي بتبعت اثنين اخوان رسميين بير جويي وبير جونج اسيوي وراحوا على المنطقه وعملوا تقرير مفصل اكثر واكتشفوا انه في ضيعه بعيده 17 كيلومتر عن بيت مريم اسمها شيرانسي بعد فيها جريك بعد فيها روم اورثودوكس وبعيد السيده 15 اب تعودوا من ابائهم وجدودهم وجدودهم ون يجوا هني والمسلمين السنه بالمنطقه يعني مسيره 17 كيلومتر على هالمكان تيكرموا مريم فهو كلهم سوا شو يعني هذا المكان؟ او شو فيه هذا المكان؟ عم نحكي انه على بيت مريم اللي هو بأفسس اليوم نعم فكل هالامور هيدي خلت الكنيسه الكاثوليكيه تتحرك بهالاتجاه وتحركت بطريقه كثير جديه، هلا ما اعلنت رسميا انه هالبيت هو عن جد بيت مريم تما في تخلق التناقض اللي حضرتك حكيت عنه من شوي ولكن سحبت كل شيء من قبل ماريا بورشاليم حتى صندوق نظرات التابع لكنيسه روما سحبته ايه يعني موجودين اليوم بتركيا انه صار موجودين اليوم بتركيا عم نحكي عن عن الفاتيكان روما هو اللي قام كنس بهذا العمل الكنيسه الكاثوليكيه اليوم لا. ما اعلنته انه هذا حقيقي مش حقيقي كذا مثل ما تخلق شرخ ويمكن انه بحاجه لبعض ايفيدنس اكثر بس برأيك يوم... هيدا الشيء يحدث شرخ بال انه نحن مش كمعتقد؟ لا ابدا كمعتقد ما في لا لا ابدا لانه لانه حتى حسب ان كاتين امرخ لا. اللي عملت هالخضه بالرؤيه تبعها زارت مريم اورشليم مرتين بالسر تحت الاضطهاد ليه بالسر انه مريم كانت متعلقه كثير باثار ابنها باورشليم وحتى بتقول حتى هي وبأفسوس كانت على طول تتأمل حياة ابنها وتصليها وخاصة درب الألام وحتى عملت يعني متل قصص هيك اللي النساء بيعملوها متل الرموز تتجسد شوي ترجع تعيش الأحداث يلي عاشتها بآخر 24 ساعة مع ابنها بأورشليم درب, درب الألام بدرب الألام وحتى بتقول حتى كانت حافظة كل فشخة من مكان لمكان قدي فيه ولأنه مريم بأورشليم هالثلاث سنين وحتى هي عنك بتطلع تطلع اورشليم ترجع تمشي الطريق ذاتها وتعيش مع ابنها من جديد وقد ما معلقه مريم ببستان الزيتون وباورشليم بالتحديد مرتين زارت اورشليم بالسر لترجع تمشي الطريق الاماكن اللي كانت هي وابنها وقبل مريم اليوم باورشليم هو مكان بيعني لمريم كتير انه اب جدودها هونيك وهي سكنت هونيك بهالمنطقه بالذات فتره طويله باورشليم فهالمكان اللي اليوم يعتبر قبر مريم يمكن عن يكون قبر مريم نعم بس حتى لو ما كان قبر مريم هي مكان بيعني لمريم بصوره كثير خاصه لانه هونيكي كانت مريم بعد ما مات ابنها وقام كانت ترجع بهالمكان هيدا ترجع تشارك ابنها ولو بالفكر والروح الـ الـ الاحداث الخلاصيه اللي صارت بهالمكان بالذات فانا انا بقول القصتين بيكملوا بعضهم <applause> انا بقول بيكملوا بعضهم <سؤال> حلو نضوي على افسوس لانه في كتير أفيدنس عم بتقول لهونيكي انه مريم يمكن كانت هونيكي بس اليوم باخر النهار جسمين مريم لانه هون ولانه هون <سؤال> <سؤال> ومريم كحضور حضورها فعال بالكنيسه ككل اكثر حيث. من انه يكون في جسمين باورشليم او بافاسوس اصلا نحن ما بنتعلق بجثمان. 100% نحن بنتعلق بايمان فكان بالحياة اذا بنروح على الناحيه الايمانيه نعمل شويه بروجكشن مريم عمليا نحن نقول رقاد السيده او انتقال السيده بس انا عمليا بدي فسرها قامت من الموت مثل ابنها باليوم الثالث نعم. وابره فارغه مثل ابنها ومريم لانه ربنا مراد انه جسمها يهتري لا سيما انه رحمه هو اللي حمل ابن الله 100%، فمريم اليوم حضورها فاعل بالكنيسة وبحياة المؤمنين وغير المؤمنين بشكل كتير أقوى بكثير من أن نقول جسمنا هون أو جسمنا هون أو بيتها هون أو بيتها هون ولكن هالقصتين أو هالمحلين إذا بضووا على شيء على تعلق مريم بابنها وبنفس الوقت على دورها المحوري بحياة الجماعة الأولى يلي مستمرة اليوم بحياة الجماعة الحالية. <applause> هل دكتور صار في زيارات معينة من السلطات الكنسية مثل الفاتيكان مثلا بالتحديد طبعا صحيح لا منطقة أورشليم ولا منطقة تركيا أيضا أفسوس بالتحديد م. أكيد هل زاروا المحلين سوا؟ مية بالمية الإشارة أنه البابا اللون الثالث عشر هو أول بابا بيزور بيت مريم بعد ما صارت الاكتشافات بنهاية القرن التاسع عشر نشوف أه. أه هون البولس السادس بنشوف البابا بنديكتوس ب 2006 هون عم نشوف هون بافاسوس هون كلهم عم بيحتفلوا بالذبيحه الالهيه نعم لانه الكنيسه الكاثوليكيه امرت بترميم البيت من بعد الاكتشاف سنه 1891 أه. وفي اذا بتفوت على البيت بتشوف في زيح احمر بفرجي انه وين الاثر انتهت ووين الحجر تعمر فوق الاثار القديمه تحافظوا على الطابع الاثاري او الأر... الاركيولوجي، هون نشوف كمان ببيت مريم في مذبح وتمثال للسيده، بنشوف كمان بصوره تانية في حائط برات البيت حد نبعت المي في بنسميه حائط التمنيات هودي كلهم سوا زوار حطوا امنيه لمريم وعلقوا على الحائط برا. ففي تعلق بهالمكان وفي حجاج بتزوروا من كل اقطار العالم أه وهون بنشوف كمان مثل دوكيومنت على الباب هونيكى ببيت مريم بأفسوس بيشرح لي الكيس أه الكنيسه الكاثوليكيه مخصصه تكريم خاص لهالمكان له بالذات والحلو هالمكان هو مكان حج سني وكاثوليكي يمكن الوحيد بالعالم اللي بيجمع هالطيفتين بطريقه بي 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 حلوه هالقد حلو كثير دكتور شربل ساسين مرة جديدة شكر كبير لك معك الوقت بيقطع بسرعة مثل ما ذكرت الموضوع شيق جدا كرمال هيك خصصنا له حلقة جديدة إذا بدنا نحكي هيك كخلاصة قبر مريم أكان موجود بورشليم أم بأفاسوس تبقى مريم هي الجامعة جامعة الكل المؤمنين بالكنيسة هي الموجودة ببيوتنا موجودة بقلوبنا وهي شفيعة محطتنا أيضا أهلا وسهلا فيك الضيف الدائم ومن من أهل شكرا. البيت مشاهدينا موعدنا بإذن الله بيتجدد معكم بحلقات مريمية جديدة تابعونا دائما